في الاخر تاعنا في الفيسبوك تاعنا عطينا كلمه برك على وليد جيجل استقبال حفلات على التنقل في الولايات حتى وصلت اليوم لعندنا. والمهم قول مشيت انا نقول لكم سيدي عليكم صحه رمضانكم وصحابكم وصحه الله ان شاء الله ربي يتقبلوا منا ان شاء الله. انا نقول ولايه جيجل غنيه عن التعريف، ولايه تاع فن تاع موسيقى تاع عده انواع تاع الفنون وسورتو الشعبي باسكو جيجل جيجل بلاد البحر ومجمعين كاين البحر كاين الشعبي بين الموسيقى الشعبيه والموسيقى الاندلسيه. وجيجل انايا ديزاني ونلقي فيها الله يبارك جمهور ما شاء الله كل يوم في المستوى تاع شعبي وجماعة ثاني مجمع الموسيقية ما شاء الله ثاني تاع جيجل سيدي جا فرقة لايفات في سيدي جا لايفات طالعين ونقول لكم حسن نقول لكم استقبال استقبال رائع. أنا الحمد لله أنا والله راني جيجل راني جاي لدارنا راني جاي لدارنا بعيد راني جاي لحومتي راني جاي باسكو عندنا ناس هنا اللي يحبونا استقبال شباب انتم الله يبارك شابين باسكو هذا رسالة اللي لقدو ويستحفظوا عليه الناس اللي راهم يسمعوا فيه والأجيال اللي طالعة إن شاء الله. هذا ما نقول لكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة بون كونتينياسيون إن شاء الله إن شاء الله ربي يلاقينا إن شاء الله في ساعة الخير هكذا بارك الله فيكم يعطيكم الصحة وصحة عيدكم إن شاء الله على بونس ونتلاقاو على مازال ما جا العيد بصح نقول لكم صحة عيدكم إن شاء الله على بونس نكونوا نتلاقاو إن شاء الله في ساعة الخير إن شاء الله بارك الله فيكم.